عزت منصور، تاجر بسوق العبور، تاجر سمك. تاجر سمك؟ تاجر سمك ده تاجر سمك مودرن، واخد بالك؟ انا بتهم استاذ احمد زكي دلوقتي ان هو قدمنا بصوره غير حقيقيه بالمره في الفيلم، فرأي حضرتك ايه؟ دي الصوره دي اللي هي غير حقيقيه. لا دي غير حقيقيه. لا بالعكس، واخد بالك؟ هو بص يعني حضرتك قدمت لنا بصوره غير حقيقيه بالمره. فين؟ في فيلم شادر السمك. طيب في حاجه ثانيه عاوز اقولها عشان ارد عليك؟ لا بس. طيب اولا لو اي حد شافك انت بالذات على الميكروفون دلوقتي تقول تاجر سمك، لا يمكن يسمع. ما انا جاي لك في الكلام اهو. تعال انت، ايه تعال ابو جلابيه اهو. هو ده بقى اهو، اتفضل. ده بقى اللي كلمني، انما ما تقوليش انت حقيقيه يعني. لا هو كلام الاستاذ عز صحيح. تمام. ولا يعني يمكن اتعرف على حضرتك الاول. فتحي طه الحاج فتحي طه. اهلا الحاج مره. اهلا وسهلا بالصلاة على حضرة النبي. اهلا وسهلا. يعني فيه يمكن 70% يعني مش مظبوطة ومش حقيقية. اول حاجة دي التاجر عندنا ما بحطش كيلو في الميزان ويعمل حرام، واخد بالك؟ ما هو فيها، واخد بالك؟ استنى بس استنى. التاجر بالذات ما يحطش، ما بحطش في الميزان كيلو يعني ويسرق في انت فيه. ما بتحطش، انما غيرك ممكن يحط. لا طيب ماشي، عندنا كده هو صحيح. طيب. واحنا سمعتنا اصلي شوطه السمك بالذات دي سمعه سليم. انت انت شفت الـ 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 الفيلم؟ انت انا طالع في لقطه في الفيلم بحط سمكه بحط كيلو في وسط الميزان يعني. شفتني انا بعمل كده في الفيلم؟ هو الفيلم كده اهو. الفيلم الشخصيه اللي انا قمت بيها احمد ابو كامل ده، ده شفته بيحط في الميزان، بيحط في مش الميزان. احمد ابو كامل، ما هو الاساس هو الفيلم كده كله يعني، في حاطين كيلو في الميزان يعني. استناني بس، ما هو الشخصيات اللي حواليه، الاولاد اللي حواليه، ماشي. الاولاد اللي بيشتغلوا عندك او اللي معاك مش بيتصرفوا ازاي؟ ده سليم. انت كلامي حاجه ما بتعملش كده. استناني بس استناني عشان انا عاوز افهم. عشان بتعلم منك، عشان لما اخش في حاجه ابقى عارف، لان انا رحت سوق السمك اللي في غمرة. اللي في غمرة عرفت ايامها ان رحت هناك. رحت هناك وقعدت 3 4 ايام واتفرجت من الصبح، من الساعه 5 الصبح لغايه الساعه 5. كنت معاك انا برضه. الله ينور. طيب كويس قوي. لما انت جيت معايا ال- 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 شكل الشادر، شكل الشادر ولما بيجيبوا السمك من الاسماعيليه وهنا وهنا ويبدا يتوزع على الناس في المزاد، بالمزاد حقيقي ولا مش حقيقي؟ حقيقي. اسمعني بس واحده، ما حدا حقيقي. حقيقي. اذا هذا الشق من هذه القاسم الكبير جدا في التغذيه في مصر اللي هو السمك، لما نعرف هو بيتوزع ازاي وبيجي ازاي، واخد بالك انت؟ الامن الغذائي بتاعنا قاسم كبير. نعم اتفضل. في نفس الموضوع عشان انا نفس الموضوع. نعم سعادتك في الفيلم ده انتوا كلكم جايين من شادر السمك. اقفل بقى. سعادتك في الفيلم بقت تضرب نار في بتوع شادر السمك ذات نفسهم. نعم. شادر السمك كله عائلتين او ثلاثه. تمام. كله يا عائلتين يا ثلاثه. ده شادر السمك. كويس. المنظر ده هوت اللي في الشاشه ده. ايوه. ما بيحصلش معانا. لا 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 مش موجود. اسمعني. لا 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 حبيبي اسمعني. مفيش واحد فيه بيمسك السمك كله، واخد بالك؟ مفيش اي مخلوق لو هو مين عايشين في الشارع ويقسم ويقول السمك ده بتاعنا كله. لا ده كل واحد ليه، كل واحد ليه. يا حبيبي الله يخليك. اسمعني ماشي. احنا دلوقتي بنعمل الاول نتكلم على قانون الفيلم. احنا بنقول في تجار سعدي، في ثروه سمكيه بتيجي، في ازاي بتتوزع دكاني. ماشي لما نيجي نعمل فيلم تجار وثروه سمكيه بتتوزع في البلد، هل في غلط تمام؟ الله يخليك. اسمعني اسمعني بس واحده واحده. انا جاي اعمل ايه بقى؟ بعمل هذا الاحمد ابو كامل في الاول، هذا الاحمد ابو كامل في الاول لما كان بادئ بسيط مصدقه؟ ولما ابتدى يقف جنب هذه السيده اللي مكسوره الجناح اللي جوزها كان معلم وابتدى يرتبط بيها. اسمعني الله يخليك. اسمعني الله يخليك. اسمعني الله يخليك. لا ده بعيد عنك انك تعمل كده، انما احمد ابو كامل عملها. احنا مش بنتكلم دلوقتي فيك، انا بتكلم في الحاجه اللي تخص السمك وتوزيعه والعائلات اللي موجوده.
معنى ان في شخص احمد ابو كامل. هل انت كنت مع احمد ابو كامل كراجل طيب وقف جنب الحق في الاول وقف جنب المظلوم وقف جنب كذا وكان مع الاسره ومع العائلات وكان كل شيء تمام؟ جه انحرف مزاجه، جه انحرف مزاجه والفلوس اللي جات له من 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 السمك جننته، واخد بالك انت؟ ولما ابتدى يشوف يتطلع لاشياء اعلى من واقعه وعاوز يرتبط بناس تانية لانه عاوز يملك الدنيا وعاوز يملك السياسة، وهو شخص بسيط جدا، فعملته انعدام وزن. فلما حصل له انعدام وزن راح ابو كامل اللي احنا شفناه الجميل في اول الفيلم، لان الفلوس ممكن تعمل انعدام وزن عند بني ادم. فانا بقول لك بالفيلم ايه، خلي بالك اللي انت معلم جميل واقف كده وممكن كسرة الفلوس بالنسبة لك ما تعملش فيك حاجة، انما في معلم تاني على شكلتك ممكن يفتري وممكن يبيع اللي حواليه وممكن يبيع الناس كذا وممكن يفتري. ده طلع دخل عامل زي افتحوا المزاد، فواحد قال له جبري لمك، ده ما قالش بسم الله الرحمن الرحيم. شخص هذا الرجل اللي انا برصده بقول لك انت كتاجر سمك خلي بالك، الراجل ده كان بادئ كويس قوي وزيه زيك وبيسعى وعاوز يشتغل في المهنة، لما طمع وابتدى حاول ان هو يعلى والطمع ده خلاه يبقى انا عنده انعدام وزن، فكان كان كان ايه اخرته؟ كان ايه اخرته؟ واخرته وحشه صحيح، وحشه آه. ده مهمه الفيلم، انما لما تيجي تقول لي السمك الشادر احنا رحنا صورنا شادر السمك من عندكم كاملا وعملنا بفلوس قد كده هوت، قدرنا المنتج اتخرب بيته، عملنا الشادر جوه الاستوديو وجبنا سمك كل يوم، مش علشان نقول حاجه، احنا بدينا الفيلم ان 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 ان, إن ده الامن الغذائي وده قاسم مشترك في حياتنا الغذائيه، فشوفوا بيتعامل ازاي. ولو حد ابتدى يلخبط، واحد ابتدى عاوز يحتكر السوق، تعرف معناها احتكر السوق يعني ايه؟ معناها ان احنا في يوم من الايام سمعنا ان الجمبريايه كانت بالشيء الفلاني، فالثروه السمكيه لما احتكرت في فتره من الفترات بالشيء الفلاني بفتره من الفترات فاللحمه راحت غاليه، اسمعني، فمنطق الفيلم لما جينا دي اسمها ايه؟ ارزاق، سواء السمك او الارزاق، سواء السمك بيكسر واحد، هو ممكن تحت بند الارزاق ديت واحد ممكن ياكل منك السوق، او واحد من وراك ياخد منك بيعه او يسيطر على حته معينه، بلاش ياخد عميل معين مثلا. نعم؟ عميل من عميل، اسمع الله عليك، ياخد عميل من عميل. فانت جاي عاوز يعني المعلمين اللي عندك هناك يعني ما فيش فيهم حد ممكن يغلط؟ لا، في العمليات دي عشان ياخد السمك كله ويقسم، لا امال ياخد بيعمل ايه؟ لا، ان هذا في عملاء، واخد بالك؟ في عملاء في جميع البلاد، كل واحد له عملاء، وفي عرف بين التجار بتفرق، واخد بالك؟ لو واحد انحرف من التجار دول يحصل ايه؟ ولا بيمشي، معلش، اللي انحرف بيمشي، ما هو مشي، ما هو واحد انحرف مشي، بيقصد سلبيه معينه وهو اللي ركز عليها هنا، هو بيقصد سلبيه معينه، سلبيه معينه بس مش على كل، مش العموم يا جماعه. مش هعمل فيلم عشان انت بسبتك الحلوه دي وجايب السمك وبتوزعه على بعض والحياه جميله وبتاع ومفيش اخطاء، ما فيش عيب عندك في الشيء. طب انا هطلب منك حاجه دلوقتي، انتوا الثلاثه اتفضل، عاوزكم تقولوا لي السلبيات بصدق شديد جدا اللي انتم مش راضيين عنها في 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 زي ما انتم بتواجهوني. عاوزكم انتم تحكوا على السلبيات اللي موجوده في الشارع. طب اقول لسعادتك حاجه. لا، السلبيات انت جاي تدافع. اقول لسعادتك حاجه. اه، سعادتك لما عملت فيلم عبد الناصر اقتبسته منين؟ من الواقع. طيب فيلم شادر السمك اقتبسته منين؟ من الواقع. لا، ايه اللي حصل زي كده اصلا؟ من الواقع. دي حاجه، في حاجه اسمها ثوابت. تأميم قناه السويس ده حاجات ثوابت، قرار التأميم ده ثابت، العدوان الثلاثي ده ثابت، انما لما بلقى الضوء على شخصيات متحركه في الواقع تحتمل بديها من خيالي. انت النهارده شفت فتوه؟ شفت الفتوه بتاع فريد شوقي اللي جاي بسيط جدا وصلوه في الاخر، مش عارف ازاي ممكن واحد يطلع من سوق خضار يقول لك مفيش حد حاجه عندنا في سوق خضار. البواب عبد السميع ده شفته؟ هو ساعتها ممكن واحد يقول لك مفيش بواب. لا، انا بقول في انحراف ممكن يحصل، فبقول للناس خلي بالك. هو ده، بنحييكم.